مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. في أخبارنا السياسية، ديمستورا يعلن أن النظام السوري وافق على اقتراح روسي لوقف إطلاق النار في منطقة الغوطة الشرقية. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة خاصة لمناقشة عملية الإتجار بالبشر في ليبيا. تحذيرات أوروبية من هجوم كيماوي بيولوجي لداعش بالطائرات المسيرة. وكالة يونهاب للأنباء تفيد بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً جديداً دون ذكر المزيد من التفاصيل. في أخبارنا المنوعة، هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزع المساعدات الإنسانية والإغاثية في شبوة وحضرموت باليمن. اصطدام طائرة تابعة لشركة مصر للطيران بجناح طائرة أخرى أثناء استعدادها للإقلاع من مطار جون كينيدي في مدينة نيويورك الأمريكية. وفاة الفنانة المصرية شادية عن عمر 86 عاماً بعد صراع مع المرض. الحارس الإيطالي المخضرم جانويجي بوفون يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لعام 2017.